عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الديكور والتدبير المنزلي مع أمل. اليوم جبت لكم 4 تدابير لقنينة بلاستيكية ستسهل عليك عملك في المطبخ في يوم عيد الأضحى المبارك. التدبيرة الأولى والتي قدمتها في فيديو سابق هي طريقة إشعال الفحم، لأن كيفاش يمكننا نشعل الفحم بسرعة، يعني في 5 دقائق كيزند الفحم وكيشعل. هي غنستعمل قنينة بلاستيكية، غناخد أوراق الجرائد وغندورهم على القنينة البلاستيكية كما كتشوفوا هنا على الفيديو. تقدر ديروا 3 الأوراق أو 2 على حسب المجمر اللي عندكم. ومن بعد غادي ندوروا هاد القنينة البلاستيكية بالفحم ثم نزيلها. اذا ملي كنزولوها كيبقى فراغ في الوسط، اذا هذا الفراغ سيكون مثل المدخنة. الان غناخد الزيت كيسهل علينا اشعال الورق، وغناخد ورقة جرائد اخرى رابعة وغنشعلها وغنوضعها في الوسط. اذا هنا غيشعلوا هذه ورق الجرائد، وبما ان الوسط هنا فارغ فبالتالي غتولي تكون عندنا تيار هوائي. كيف كورون دير غيبدا يدخل الهواء البارد من الجناب وغيخرج اذا من الاعلى ساخن، لان الهواء الساخن كيصعد نحو الاعلى. و5 دقائق صدقوني ان الفحم غيكون كله شعل لكم مزيان. كنت درت هذا الفيديو في السنه الماضيه، شي واحد قال لي لا راه ما باينش بانه شاعل، راه جربوا هذه الطريقه وغادي غتعجبكم بزاف، غتبقاو تستعملوها. بالنسبه للي خاف من هذاك يعني اللهب كثير اللي اذا كان كيشعل وسط المطبخ، فيدير اوراق قليله ما يكثرش اوراق الجرائد. هذه هي التدبيره الاولى. التدبيره الثانيه هي انني غناخد قنينتين بلاستيكيتين، واحدة صغر من الأخرى. ملي كنقول صغر من الأخرى يعني في القطر ديالها، بحيث أنني يمكن لي ندخل وحدة في وحدة. إذا غناخد الأولى غنحيد لها القعر ديالها وغنحيد لها الغطاء غطاؤها. الثانية غنحيد لها أيضا القعر ولكن سأترك غطاءها. إذا اللي غنخلي لها الغطاء هي الصغيرة. ثم بعد ذلك غندخل القنينة الصغيرة وسط الكبيرة، وباش غادي نخدم خصني نبقى نحرك ذهابا وايابا. اذا الى عندنا الفخر وما شعلش مزيان، فهنا غتستعملوا هذيك الرابوس، وحسن الرابوس لان الضوء كيشعل. انتم غتشوفوا التجربه امامكم. اذا بالطبع ملي كنجر القنينه كيدخل الهواء، ملي كندفع القنينه كيخرج الهواء. اذا فبالتالي هذا الهواء تيار هوائي هو اللي غيخلي الفخر يشعل بواحد السهولة بواحد السرعة. إذا بلا ما تشريو الرابوس هذه كافية لإشعال أو لتوقيد الفحم، يعني أنه يولي متوهج. إذا كما كتشوفوا شوفوا الذهب إذا وإحمرار قطع الفحم. إذا هاد الطريقتين غيساعدوكم بزاف، غيختصروا لكم الوقت في إشعال الفحم، لأن كيكون عندنا مشكل في إشعال الفحم في عيد الأضحى. نشوفوا التدبيرة الثالثة، دائما بقنينة بلاستيكية. أنا كيفاش غادي نقيو المصارن؟ اللي كيبغي يدير كرداس أو يعمر مصارن يدير بهم لي سوسيس، إذا كيكون عندنا مشكل. إذا هنا غنستعمل قنينة بلاستيكية اللي غنثقب الغطاء ديالها، الثقب ما يكونش كبير بزاف. اذا بهذه الطريقه وغادي نقطع طرف هذيك القنينه. اول شيء غنقوم به هي انني غادي نقلب هذا المصارن. كيفاش كنقلبوا المصارن؟ كناخذ مثلا قريب تاع الشواء وكندخلو في يعني كنثبت فيه طرف المصران وكنبدا ندفع للداخل كما كتشوفوا، ومن بعد كنقلب المصران بهذه الطريقه بسهوله كيتقلب. اذا ملي كنقلب المصران كنلقى ديك المخاطه هي اللي خصها تحيد. غندوز المصران عبر القنينة وبالضبط عبر الثقب، وغادي نغلق القنينة. من بعد ملي كنجر هذاك المصران بالطبع بما ان الثقب ضيق
فبالتالي غادي في المخاطه غتلصق كلها في داخل القنينه، كيخرج المصران يخرج نقي بدون مخاطه. يكفي ان اضعه في ماء وخل وملح، اذا كيتنظف. والمخاطه كلها كنديرها في كيس بلاستيكي. هاد المصران كنصاوب بهم مثلا السوسيس. اذا بالنسبه اللي بغى السوسيس كيفاش يمكننا نملؤوه، اما تكون عندكم يعني اله خاصه او يمكن تستعملوا قمع. هذا القمع كندخل فيه الطرف ديال المصران وكنبدا نعمر بالكفته او باللحم مطحون ونبقى ندفع. انا ما عنديش هنا الكفته فخاص وريتكم التدبيره. الان الا بقى المصران ديال البقار او يكون غليظ، كيفاش يمكن لينا نعمروه بالكفته باش نديرو السوسيس بصفه جيده. الى هنا ايضا غنستعملو قنينه بلاستيكيه اللي غادي هذاك الغطاء ديالها نزولو منه القطعه اللي في الوسط. حنا ما غنديروش الثقب ولكن غنحيدو واحد القطعه دائريه. كنستعملو سكين حامي وكنقطع هذه القطعه الدائريه. لان الا بغيت نصاوب السوسيس كندوز المصران عبر هاد السداده وكنثبتو في فوهات القنينه ثم كنغلق عليه هاد السدادة. اذا ملي كنغلق عليه السدادة كيتثبت المصران ومكيبقاش يزلق وكنعمر بسهولة بأن أن هاد القنينة قطعتها أيضا على شكل قمع. إذا فيكفي أنني نوضع فيها الكفتة وكندفعها وكيعمر ليا هاد المصران بالكفتة وكيعطيني السوسيس. في نفس الوقت ملي كتكونو كدفعو باش يحيدو فقاعات الهواء كنطفو داك المصران ببرا كنجيبو برا رقيقة وكنبقا ندخلو في المصران اللي ملأناه باللحم، فبالتالي مكيتكونوش دوك فقاعات الهواء. التدبيرة الأخيرة، إذا كان ظننا عندنا خمسة تدبيرات وليس أربعة، هي اللي كنت وريتكم ديال الكفتة كيفاش يمكن لينا نحضرو أصابع الكفتة بسهولة وبدون تعب. إذا غنجيبو الكفتة غادي نتبلوها بالتوابل الخاصة بها، كل واحد كيعرف التوابل اللي كيستعمل. إذا هنا ملي كنبغيو نصوبو قطرة الكفتة فبالتالي كيكون عندنا سهولة أننا دوك أصابع الكفتة نقدوهم مزيان. إذا هنا غنستعملو قنينة بلاستيكية غادي نقطعوها من المنتصف بهاد الطريقة اللي كتشوفو. غادي نقطعوها وغنجيب قنينة أصغر منها، من الأفضل تكون قنينة زجاجية. إذا غادي نملأ هاد القنينة اللي غادي نقطعها نملأها بالكفتة وغادي نوضعها أفق عموديا عفوا على القنينة الصغيرة. هنا القنينة اللي اخترت هي قنينة مربى، إذا غادي نوضعها فوق منها كما غتشوفو. كنقلبها او نديرها في هذاك الوضع ونبدا ندفع بها الكفته. اول شيء كتكون القنينه مسدوده باش كندفع الكفته غير باش يعني كتملا الفراغات كلها. من بعد غادي ناخذ قطيب سواء ديال يعني اينوكس او قطيب تاع العود بهذه الطريقه وغنثبتو وسط هاد القنينه عموديا. اذا ملي غنثبتو عموديا من بعد غادي نبدا فقط انني غنضغط على القنينة نحو الأسفل وتخرج الكفتة. إذا هنا وغادي نشوف الطول اللي بغيت ومن بعد غادي نقطع المقص ونزول هاد الكفتة. لاحظوا بأنها كتجي مصاوبة مزيان ويعني الحجم اللي بغينا وبسهولة. إذا هاد الطريقة يمكن نحضروا بها أيضا أصابع الكفتة بلا قطيب، يعني فقط غادي غير ندفع هذيك القنينة وغادي يخرجوا لي اصابع الكفته وغادي نقطعهم ولكن كما يكونوا في طول اصغر من هذا لان سينو غادي يتهرسوا. اذا هادو هما التدابير المطبخيه لعيد الاضحى اللي يمكن تفيدكم فيهم قنينه بلاستيكيه. كنتمنى يفيدكم عفوا، ونتمنى تشاركوا فيديوهات مع أصدقائكم ومعارفكم، وإلى فيديو آخر بإذن الله.